الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، ما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، قال رحمه الله: قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذان الحديثان في فضل هاتين السورتين، سورة الفلق وسورة الناس، وهاتان السورتان من أعظم سور القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعقبة بن عامر، قال: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، في الفضل والمكانة، فهما سورتان عظيمتان، خاصة فيما أنزلت من أجلهما هاتان السورتان، وهو التعوذ من الشرور، شرور الإنس والجن وشرور كل ذي شر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزلت هاتان السورتان قدمهما على غيرهما من التعويذات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت الفلق والناس أخذ بهما وترك ما سواهما. وهذا محمول عند أهل العلم أنه كان يقدم هاتين السورتين على غيرهما من التعويذات، وهذا قد يكون إذا ضاق الأمر، فإذا ضاق الوقت مثلا على الإنسان، حصل له شغل ولا يستطيع أن يقول جميع التعويذات، فليقدم هاتين السورتين، يقدم الفلق والناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم هاتين السورتين، لأن التعوذ بهاتين السورتين ومعهما سورة الإخلاص فيهما تعوذ من كل شر، من كل شر في الأرض، سواء من الإنس، من الجان، من الهواب، من الدواب، من كل شيء. وإذا تأملنا سورة الفلق عرفنا ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فيشمل جميع الشرور في المخلوقات، ثم خصصها بعد عموم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو الليل إذا أظلم، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالحاسد إذا حسد والنفاثات في العقد داخلة في شر ما خلق، لكنها خصوص بعد عموم لعظيم الاهتمام بهذين الأمرين لما فيهما من الشر، وهو السحر والعين والحاسد، وهو أكثر ما يصيب الناس اليوم. وما يصيب الناس اليوم من المس، من العين، من السحر، غالبه بتقصير الإنسان مع نفسه ومع ربه، إما بعدم محافظة على الأذكار أو الصلوات، فكل ذلك من أسباب تلبس الجان ووصول عين الإنسان. فلذلك على المسلم أن يحرص على التعويذات الشرعية، أذكار الصباح، أذكار المساء، المحافظة على الصلوات قبل كل شيء. ومن هذه التعويذات المهمة هاتان السورتان، الفلق والناس، لا تتركهما أبدا، لا تنفك منهما أبدا، لا في ليل ولا في نهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في كل صبح وفي كل مساء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. في رواية أبي داود: تشفع، يعني هذه السورة تشفع، وهي سورة الملك، وقد وردت فيها حديث، وإن كانت هذه الحديث فيها مقال، ولكن بمجموعها
تصل إلى درجة الحديث الحسن. فسورة الملك شافعة ومانعة من عذاب القبر لمن حافظ عليها. وأيضا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه بعض العلم أنه كان النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه قبل أن ينام، كان يقرأ قبل أن ينام ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة، ويقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك، فكان قبل أن ينام يقرأ سورة السجدة وسورة الملك. وهذه من أذكار النوم التي يغفل عنها كثير من الناس، قراءة سورة السجدة وسورة الملك قبل النوم. فقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه غير واحد من أهل العلم. فسورة الملك شافعة ومانعة، على المسلم أن يحرص عليها وأن يقرأها في كل ليلة، يقرأها في كل ليلة، لأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والليل يبدأ من المغرب، إذا دخل المغرب دخل الليل، فاقرأها في أي وقت، سواء بعد دخول المغرب أو بعد صلاة العشاء أو قبل أن تنام. لأن بعض الناس يظن أنها فقط من أذكار النوم، لا، هي من أذكار النوم، نعم، لأن النبي كان يقرأها مع سورة السجدة قبل النوم، وأيضا هي مما يقرأ أيضا في الليل، فيقرأها المسلم متى ما تيسر له. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه. آخر آيتين هي آمن الرسول إلى آخر السورة، وهاتان الآيتان عظيمتان، من قرأهما بإخلاص لله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل ما في هاتين الآيتين، وأعظمهما ما فيها من الدعاء. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: قد فعلت قد فعلت. فآخر آيتين من سورة البقرة من أعظم ما يتحصن به المرء، وأنت كما ترى هي آيتان لا تأخذ من وقتك دقائق، دقيقة واحدة تقريبا أو أقل بعد، ولكن متى تقرأ؟ قال: في ليلة. بعضهم يظن أن قراءة آخر آيتين من سورة البقرة من أذكار الصباح والمساء، لا، هي ليست من أذكار الصباح والمساء، هي من أذكار الليل، هي من أذكار الليل. وكما ذكرنا الليل يبدأ من أذان المغرب، فإذا دخل المغرب دخلت أذكار الليل، ومنها هذا الذكر، هو قراءة آخر آيتين من سورة البقرة. فإذا أذن المغرب اقرأ هاتين الآيتين، والأفضل أن تقرأها مبكرا حتى يستوعب الليل كله هذه الفضيلة، لأن كلما تأخرت كلما تأخر الفضل عنك. فاقرأ مبكرا حتى تدخل في الكفاية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. تكفيه ماذا؟ قال النووي رحمه الله تعالى: قيل كفتاه المكروه في هذه الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل، والصواب في هذا العموم، كفتاه من كل شر، وكفتاه عن قيام الليل إذا لم يقم الليل، فتكفيه من كل شيء. فلذلك على المسلم أن يحرص على مثل هذه الأذكار. أنت كما ترى يعني هي أذكار يسيرة لا تأخذ من وقتك يعني إلا دقائق معدودة، وفيها هذه الفضائل العظيمة. ثم لا بد أن تعلم أنك أنت المحتاج إلى هذا، الله عز وجل غني عنك وغني عن طاعتك وعبادتك، أنت المحتاج أولا في قراءة هذه الأذكار وهذه الآيات، زيادة الحسنات، وأيضا فيها تقوية التوحيد برب العبيد، تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وأيضا فيها حفظ لك من شرور الجن والإنس. أنت بما أنك على هذه الحياة ستتعرض إلى الفتن، ستتعرض إلى من يريد بك الشر، ولا بد أن نعرف أمرا مهما، أن الشياطين لا ينتظرون منك أن تعتدي عليهم حتى يعتدوا عليك، بل هم كالعقرب، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، هم كالعقرب، إن وجد فرصة لدغك العقرب. الآن ما يشترط أنك تعتدي عليه ثم يعتدي عليك، إذا وجد فرصة لدغك. فكذلك الشياطين، شياطين الإنس والجن، إذا وجدوا فرصة لدغوك. فأنت كيف تحمي نفسك بهذه الأمور؟ تعويذات الشرعية، ومنها قراءة هاتين الآيتين، قراءة سورة الفلق وسورة الناس، لا غير ذلك ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.